اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم برنامج دكتورز، وزي ما عودناكم فقرتنا الافتتاحيه الجميله في البرنامج مع زميلتي العزيزه دكتور عايده مصطفى. اهلا بيك يا دكتور عمرو. اهلا مشاهدين، ان شاء الله زي ما عودناكم هنكون دايما في بدايه كل حلقه معاكم بنتكلم عن موضوع من مواضيع الجمال او موضوع الساعه. احنا زي ما اتفقنا انا ودكتوره عايده هنحاول دايما ناخد موضوع اجتماعي مؤثر على صحتنا العامه. النهارده زي عايزين نتكلم عن حاجه اسمها مقاييس الجمال، او ايه هي مقاييس الجمال. حاجه سؤال بيسأله كتير قوي، يا ترى انا حلوه؟ يا ترى مناخيري حلوه؟ بتختار حته معينه تبقى عايزه تحليها وبتقيس مقاييس الجمال على حاجات مش ماشيه عليها. يعني ايه؟ يعني احلى حاجه كان دايما بتاعي تقول هي بتقول لي ايه، تقول لي فاكر لما عملوا الاختبار الشهير ان هم جابوا احلى مناخير، صح؟ اه. واحلى بق واحلى عينين واحلى شعر واحلى بشره، وركبوهم على واحده طلع شكلها غريب جدا، مع انها عندها احلى حاجه في كل حته، ولكن شكلها ما كانش حلو، ما كانتش مقبوله. فانا دكتوره عايده هنحاول ببساطه نوضح لكم فكره ايه هي مقاييس الجمال. دكتوره عايده. دكتور عمرو، تعالى نتفق على حاجه. انا دايما بحس ان الانسان صعب ارضائه او صعب ان هو يرضى، يعني دايما بحس ان احنا ما بنرضاش. يعني بلاقي اللي بشرتها بيضه نفسها ان هي تاخد تان ويبقى لونها برونز عشان تبقى سمراء، وبحس كمان اللي جسمها نحيف ورفيعه بيبقى نفسها ان هي تكون ممتلئه شويه او يبقى عندها الكيرفات او الكيرفي. وساعات كمان بحس اللي بيبقى شعرها ناعم وليس لا بتروح تعمله ويفي ونفسها يبقى كيرلي، واللي شعرها بيبقى كيرلي وواخد بعض التجاعيد نفسها ان هو يتفرد ويبقى ناعم. يعني دايما بحس ان احنا بنمشي عكس الطبيعه او عكس اللي عندنا. ليه احنا دايما ما بنرضاش؟ ليه دايما بنبص لغيرنا؟ ليه دايما بيتهيالنا حاجه ناقصانا؟ كمان بحس ان احنا على طول او احنا الستات بالذات دايما عندنا عقده من حاجه. يعني هتلاقي واحده، اي واحده فينا مهما كانت راضيه عن شكلها وجسمها دايما عندها حاجه معقداها، بتبص عليها، بتركز عليها، بتنكد عليها. ايه رايك؟ انا موافق طبعا. يعني هو من شغلنا كتير قوي مع الجميلات السيدات اللي احنا بنحبهم دايما، ودايما دول اهلنا، ودايما بنقول تاني دي امهاتنا وزوجاتنا الجميلات وبناتنا. هي الفكره كلها ببساطه زي ما دكتوره عايده قالت، انت بتدوري على ايه اللي مش موجود عندك، او زي ما يكون كانك بتقولي انا ايه اللي ناقصني وعايزاه. وسبحان الله، هي مقاييس الجمال الحاجه اللي بتكون لايقه عليكي، اللي تكون ماشيه معاكي. يعني ما ينفعش مثلا واحده تكون قمحيه جميله او عندها تان جميل وشعرها الاسود او البني الجميل تحوله لشعر اصفر، بيبقى الشكل غريب. ساعات كتير قوي موضوع اللانسز وموضوع المجسفه او المزايده في حاجه، واحده والشعر رفيع خالص مقاييس جمالها ان بقها يكون صغير، فتقول لي يا دكتور كبر لي شفايفي، انا عايزه شفايف الممثله الفلانيه اللي كبيره قوي وفظيعه دي، انا بحب الشفايف دي شكلها احلى. هقول لها هتبقى شكلها صعب عليكي. فعلا فكره ازاي الاوبسيشن وازاي السوشيال ميديا وتاثير الكلام بتاعها، ازاي ان انا اقدر اغير فكر الناس واقول لهم خدوا بالكم الجو لاين ديفينيشن او الفك المتحدد هو ده احلى حاجه، وفجاه ان هو ده اهم حاجه عند كل البنات عايزه احدد الفك. دايما بيبقى فكره هو لايق عليكي ولا لا. هي دي مفهوم مقاييس الجمال. انا بقيس الوش وبشوفه في عندي مقاييس معينه لكل وش، الوش الطويل غير الوش المدور غير الوش السبعايه غير الوش المتهدل. مش هينفع اطبق الحاجه على كل الناس بنفس الشكل، والا هيبقى كل الناس شبه بعض، صح يا دكتور عايده؟ اه طبعا. طب انت بتعمل ايه بقى بالبيشنتس او السيدات او البنات اللي بيجوا لك ومعاهم صوره على الموبايل وتقول لك انا عايزه ابقى شبه فلانه، انا عايزاك تخلي شكلي زي الممثله دي او زي بلوجر او الانفلونسر دي؟ فاكر لما قعدنا نتكلم على تاثير السوشيال ميديا اللي اثر على حياتنا دلوقتي، كلنا بقينا عايزين نبقى شبه بعض، لدرجه بقيت بحس دلوقتي معظم الفنانات او معظم السليبرتيز او معظم المشاهير بقى شكلهم يعني قريب من بعض قوي، زي ما يكونوا بيعملوا نفس الحاجه حتى لو كانت مش لايقه عليهم. الحقيقه هو ده حاجه بواجهها يوميا في العياده، فكره انا عايزه الشكل دي،
انا عايز اتاكدها. الحقيقه دي بتبقى برضو محتاجه ان انا اتكلم معاها وافهمها ان اللي لايق عليها ممكن ما يكونش لايق عليكي، او وشك مش زي وشها، انما انا اللطيف اللي فعلا بلاقيها فعلا مقبوله اللي بتوريني صوره قديمه ليها او وهي صغيره. بص يا دكتور التهدد اللي حصل هنا، بص الشفايف اللي كانت كويسه بقت متلقه. دي سهل ان انا اقدر اعمل يعني اعاده او اعاده بناء لما فقد، وهو ده الارت اوف بيوتيفيكيشن او فن التجميل، او زي ما بنحب نقول عندنا في اي تاتش دي التاتش اوف بيوتي او اللمسه الجماليه اللي ممكن اعملها. انا اقدر اخليكي محافظه على شكلك، محافظه على الشكل الجميل الشبابي الحلو ده اطول فتره ممكنه، انما ان انا اقول لك يلا نغير في الفيتشرز بتاعتنا او في الشكل بتاعنا اللي شبه حد تاني، ده بيكون ممكن برضه له عامل نفسي كبير قوي ساعات بنحتاج نتكلم عنه او نركز عليه. العامل النفسي يا جماعه، ان ازاي انت لازم تكوني راضيه عن نفسك، راضيه عن جمالك. كل واحده جميله، ودكتوره عايده بتحب الكلمه دي قوي، معلش هسرقها منك، الجمال الداخلي. الجمال الداخلي، فكرة ان ايه مش الجمال الخارجي بس هو المهم، الجمال الداخلي والسلام النفسي. طبعا فكرة التجميل هي فكرة رائعة وثورة احنا سعداء بيها فعلا فعلا، اصبحت يعني كانت زمان حاجة بيعملوها بعض الاشخاص فقط، دلوقتي انا ملاحظ ان كل الناس بتعملها، ودي حاجة صحية على فكرة، مش حاجة وحشة. مش لازم امشي ببقع في وشي، ممكن اعمل تقشير ابقى جميلة واوحد لون بشرتي، مش لازم امشي بالمسام الواسعة اللي موجودة في وشي، عندي اكتر من طريقة اني اقدر اعالجها. لو حصل بعض علامات تقدم العمر البسيطة في الايدين في الرقبة حول الفم اقدر اصلحها، لو حصل سكار او علامة او ندبة نتيجة حادثة، نتيجة تعويرة، نتيجة اي حاجة، سهل ان انا اعملها. معانا من الصور الكتيرة قوي على الانستجرام وعلى الفيسبوك موجودة عندنا على البيج عند اي تاتش، موضحين فيها للناس قد ايه ده سهل. وحاجة بقى الدكتورة عايدة في حتة الاسنان وتجميل الاسنان، ازاي ان انا بختار حتى اللون بتاع الاسنان المناسب للحالة دي. دكتور عايدة، بص انا بالنسبة لي لو سألتني ايه هو تعريف الجمال او ايه الجمال، انا بالنسبة لي التناسق. التناسق بقى في كل حاجة، التناسق في الحجم، التناسق في الملامح، ان تبقى كل حاجة يعني متناسقة مع بعضها، حتى في اللبس كمان، او حتى لما بنيجي نعمل شكل الاسنان السمايل ديزاين ازاي تبقى متناسقة مع بعضها، وازاي تبقى متناسقة مع شكل الفك والشفايف والوش. مش كل وش زي التاني، مش كل يعني مقاييس زي التانية، وفعلا احنا عشان كده بنقول عليها كاستم ميد او سمايل ديزاين، لانها بتتصمم لكل واحد على حسب هو التناسق عنده هيبقى ازاي. احنا كده عايزين نختم الفقرة الجميلة دي بكلمة مهمة قوي، كل واحدة جميلة، ولو سمحتي اختاري المناسب ليكي اللي يليق عليكي المناسب لبشرتك ولشكلك. ودي بتبقى مهمة اتنين، انت بتطلبي الطلبات والدكتور بيقولك ايه الصح او المظبوط ليكي. الجمال مش عيب، مش حاجة غلط، الجمال شيء مطلوب، وان الله جميل يحب الجمال، ولكن احنا محتاجين نختار المظبوط لينا. كلمة دكتورة عايدة الحلوة قوي، التناسق، الحاجة المناسبة لينا. هنقول فاصل ومكملين معاكم فقراتنا في برنامجكم الجميل، برنامج دكتورز.